كان كم هائل من الشمول، يعني تجاوز الطاقة الاستيعابية للدائرة، يعني 216,000 شمول إلكتروني، إضافة للشمول الورقي شمول السادة النواب ما يقارب 220,000، يعني 435,000-436,000 شمول المواطنين بمرات الحماية الاجتماعية. الحقيقة احنا نعاني من الكادر، الكادر مالنا ما يتناسب مع حجم الشمول، يعني احنا نشتغل بنص الطاقة الاستيعابية هذه الأعداد. أكثر الشعب تحتاج إلى 4 أو 5 موظفين، تلقي بها موظفين 2 دعي يشتغلون، يعني شغل مال 4 أو 6. والله هي المشكلة بالتقديم الإلكتروني أكثر شيء، لأن مكاتب الإنترنت من قدمت يعني أخطاء بالتقديم، يعني جنس ذكر مسوي أنثى والأنثى مسويها ذكر، قيد ساكن بالموصل مطلع القيد مال بغداد كاتب بالرصافة بغداد أو بالعظمية، فلازم نلغي هاي القيود. طلع عند أكثر من قيد، يعني قيد بسهل نينة وقيد ببرطلة، الزوجة عندها راتب تقاعدي، الزوجة أو هو الشخص عنده راتب مال معين دائرة المعيد أو عنده تقاطع مع دائرة القروض صاحب قرض من ضمن المشاريع الصغيرة. إحنا نزود بكتاب لأحد الدوائر هذه، سواء كان حذف قيد أو جلب براءة ذمة من دائرة القروض أو من دائرة التقاعد أو من دائرة المعيد، نطالب السيد المحافظ أنه يوفر لنا درجات وظيفية ضمن تخصيص في درجة وظيفية المحافظة لدعم دائرة الرعاية الاجتماعية لغرض إنجاز معاملات المواطنين. ساعة تقريبا صار لي واقف هاني، معاملتي بها تكرار، كل ما دقيت يطلع مرفوض سبب الرفض تكرار، صار شهر سلمنا مربع ذهبي قالوا لي هو يرفع ورا العيد، ما رفع اجينا نراجع هسه قالوا لنا على الحاسبة راجعوا لنشوف الحاسبة ايش يقولوا لنا. والله صارنا يومين احنا جدد بس والله قاعد تمشي الامور، يعني مو مثل ما يقولون، صارنا يومين ما الرعاية تبدي الهوية بطاقة ساقطة ويبدلها، يعني احنا ساعة 4 جينا هنا 5 جينا هنا، هاي ابني والله العظيم صار له 5 ساعات ما مش هالك 3 أمتار، شنو يعني؟ شنو القصة ما أعرف. معاملتك شنو؟ معاملتي بس بيها غلط يجي تقديم على الحاسبة. غلط بيها؟ قالوا له بالكم، قالوا له تروح تراجع الموصل، وجاهينا خطية ما صار له 5 ساعات ما بشها 3 أمتار. حاسبة وحدة، والشرطة ما قاعد يساعدونا، يطردون الناس وتجي يجيبون شرطيين، يجيبوا 10 15 شرطة حتى شوية ياخذوا الناس، ما يصير شيء. شرطية ايش يسوون هالأمة هذه؟ خلي الشرطه ايش يسوي الام هذه؟ وثاني حاسبات ما عندهم حاسبه واحده والام هذه كلها عليها. خليهم يجيبون هنا يجيبون موظفين تدري العالم هذه، كلها مرضى اللي مكرزع والشايب اللي ما يقدر. انا من الناس من العهد الاولي استلم رعايه. هسه عم سوين عمري 6 سنوات وعادوني لجنه، اللجنه ما انطتني كل شيء، كل شيء ما انطتني، قاموا يخلونا جدد المكان القديم وسووها فوضى. فوضى. اخويا شنو عمره 6 سنوات ثاني؟ ما شافوا المواليد، ما شافوا البطاقه التموينيه، والله عمره 6 سنوات هذه موثقه، انا حكيك على شيء رسمي مو حكيك من جيبي. منو غلطان هذا؟ ما اعرف منو غلطان، لو انا غلطان اللي عدموني بدوره الاربوك. هذا مو اليوم بس اليوم. هذا من 15/5 انا راجع. يوميا راجع انا. من 15/5. عندك غلط بالبيانات. ايوه هم الغلط منهم. الغلط منهم حالاني لجنه. هسه اللجنه كتبوا لي لا يستحق. ليش ما يستحق؟ يعني انا قبالهم عمري 6 سنوات مسجل. حالوني لجنه طبيه، خذيت له جددت للشايع، هذا المال تهي عنها، العجز 100%. رحت على اللجنه الطبيه يقول لي كل شيء ما بيه، مواليد 66 زلمتي، وجلطه دماغيه ما يندل من هي اللي هنا. ما سوى له رعايه؟ هو يستلم، هو عندنا رعايه، ايه؟ سوينا بيان سنوي، ايه؟ حالونا لجنه طبيه يقولون كل شيء ما بيه. روحي تسوي تقيير يعني دخل المحدود ما ادري ايش روحي تسوي. وهسه رجعوني من جده وجديد وهو مريض، شلون اروح ابدلها ما عاد اعرف. هسه كملت رحت على برطله، من برطله هاي صار لي 4 5 ايام بس اصرف كراوي. صار لي 4 أشهر اراجع عيانة، هذا اجي من الساعه 3 الفجر. اخويا هسه رحت على الحاسبه دقيت اسمي بالحاسبه يقول والله عندك مشكله بالزوجه، الزوجه صار 4 سنين منقاطعه من راتب على التقاعد، يا بطني كتبت راحت على التقاعد يقول والله هذا المشكله مو يمنه. اكو ناس دعي يسووا لها هسه قدام عيني والله ناس سووا لها ما اعرف يدورون فلوس ما اعرف فعل المشكله ما اعرف المشكله شنو. شلون سووا لها؟ والله ما اعرف. نفس مشكلته؟ والله نفسه دي الله هم على التقاعد وداه، كتاب جابهم التقاعد قدام عيني ما يصير جدانه، هذا صار لي 4 سنين والله زوجي فلت استلم له ربع والله.